لا شك أن أي أمر من الله سبحانه وتعالى وأي أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من ورائه سبب مهم، وإلا ما كنا نؤمر به. فمن أعظم ما تقرب به المتقربون لله عز وجل طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بطاعة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وألزمهم بطاعته في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولكن لماذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطفاء الأنوار عند الخلود إلى النوم؟ فهذا ما سنتعرف عليه مشاهدين الكرام. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. أمرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بإطفاء المصابيح بالليل، وبعد سنوات عديدة من البحث العلمي حول تأثير الضوء على الإنسان والبيئة، صدق العلم رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم فإظلام المصابيح إعجاز، حيث اكتشف العلماء بعد مئات السنين أن إطفاء المصابيح والأنوار يقي البشر من شر داهم لهم، حيث إن الضوء في الليل يؤثر في الساعة البيولوجية للإنسان الذي من المفترض أن تتكيف أجهزته وخلاياه مع الأجواء التي يحيط بها. فقد جعل المولى عز وجل الليل للنوم والراحة، وجعل النهار للعمل والسعي، حيث قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. فإذا ظلت المصابيح موقدة أثرت بالسلب الكبير على صحة الإنسان، والذي من المفترض أن يخلد إلى النوم، كما أن هناك غدة تسمى الغدة الصنوبرية التي تعمل في الظلام فقط، ووظيفتها الأساسية والرئيسية هي أن تقوم بإفراز هرمون يساعد الجسم على أداء مهامه بشكل منضبط، وهي التي تساعد الإنسان على الدخول في النوم. وإذا لم ينم الإنسان لن يستطيع أن يستكمل دورة حياته التي من المفترض أن يتخللها النوم للراحة والسكون وارتياح أعضاء الجسم المختلفة. فسبحان من أمرنا بالخير صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الذي حدثنا فيه حسان بن أبي عباد قال: حدثنا همام حدثنا عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب. قال همام: وأحسبه قال: ولو بعود يعرضه. رواه البخاري. وقال أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب، واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم، واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. متفق عليه. كما حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلق الأبواب والنوافذ وقت المغرب، وخاصة عند النوم، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية وأوكئوا الأسقية وأجيفوا الباب وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت البيت، وأكفتوا صبيانكم عند المساء، فإن للجن انتشارا وخطفة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الأبواب بالليل وأطفئوا السرج،
وأوكوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب ولو أن تعرضوا عليها بعود. قال ابن بطال رحمه الله: أمره صلى الله عليه وسلم بإغلاق الأبواب بالليل خشية انتشار الشياطين وتسليطهم على ترويع المؤمنين وأذاهم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.